ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة الهامة، خلونا نرحب بضيفتنا اللي انضمت ويانا عبر الهاتف، ميثا محمد الهاملي، رئيس قسم تقييم وصون التنويع البيولوجي البحري، هيئة أبو ظبي للبيئة. يا مرحبا بك. حياك الله. مرحبا. مرحبا. حياك الله. طبعا بداية نبغى نعرف إطلاق مبادرة غرس الإمارات، شو هي أهميتها؟ غرس الإمارات هو يعتبر جزء من يدعم وجزء من استراتيجية التغير المناخي للإمارات أبوظبي، ونهدف من خلاله زراعة 10 أشجار درم، الكل زائر مشارك في مؤتمر الأطراف كوب 28، وكما تدعم تحقيق الهدف رقم 13 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي. جميل. نعم. جميل جدا. طبعا تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع اقتراب موعد كوب 28 اللي ستستضيفه دولتنا الحبيبة الإمارات، كيف تتماشى أهداف المبادرة مع المؤتمر؟ مثل ما تعرفون مؤتمر كوب 28 يهدف لوجد حلول، لإيجاد حلول لمشاكل التغير المناخي، ونحن من خلال زراعتنا للقرم سواء من خلال هذه المبادرة أو مبادرات الدولة الأخرى نزيد الرقعة الخضراء للقرم اللي هو أحد أهم الموائل لمحاربة أو التخفيف من حدة التغير المناخي. جميل. نعم تفضلي. نعم. مثل ما تعرفون أشجار القرم تسحب الكربون من الجو، تمتص الكربون من الجو وتخزنه في التربة. جميل جدا. طبعا هذه جميل. من الأشياء اللي من الممكن تكون تتميز فيها أشجار القرم اللي تعتبر دائما من الممكن تخلص الجو من الكربونات أو الأشياء اللي تلوث الهواء. نعم. طبعا أكيد أن تستخدم المبادرة طرق جديدة لزراعة أشجار القرم، لو نتعرف على هذه الطرق المستهدفة فيها للزراعة. من خلال هذه المبادرة بنزرع القرم باستخدام تقنية الطائرات من غير طيار، اللي بساهم في خفض الوقت والتكلفة، وبساهم الوصول إلى مناطق نائية أو يصعب الوصول إليها بطريقة الزراعة التقليدية. جميل. جميل جدا. طبعا أكيد نحن نتمنى لكم كل التوفيق أستاذة ميثا محمد الهاملي، رئيس قسم تقييم وصون التنويع البيولوجي البحري هيئة أبوظبي للبيئة، شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا لك.